نقطة وصلت وعرفنا المشكلة. نشكرك مدام أمل. طيب دي مشكلة برضو كبيرة يا باشمهندس، إنه لو سمحت نقفل السماعة بس. إنه الأراضي اللي موجودة على الطريق الصحراوي اللي المستثمرين خدوها على إنها أراضي زراعية، ولكن في الآخر قلبوها إلى منتجعات سكنية، وفيها طبعا كمان نصب، مش بس منتجعات سكنية، إنه اللي اشتروا الضحك عليهم وما خدوش لا فلوسهم ولا الوحدات، وفي نفس الوقت في مشكلة مع الدولة كبيرة جدا لتوفيق أوضاع هؤلاء المستثمرين. الطريق الصحراوي مصر اسكندرية جريمة، كل الجوانب الصحراوية، كل الطرق الصحراوية. اكمل سيادتك ولا اتفضل؟ بس عايزك ترد على انا عايز ارد، انا ما سمعتش قوي، بس انا اللي فهمته من حضرتك هذا هو الوجه الاخر لذات عمله المافيا، وجه اخر واخطر من الاول لمافيا الاراضي الصحراويه. بل للاسف هذه المافيا بتتاجر باقوات الناس مباشر، دوك كان غير مباشر، يقول لك انا اشتريت ارض وبقسمها وببيعها. هنا هو اصلا حاجه من الاثنين، يا سيادتك متخصص له الارض من قبل الهيئه العامه للمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه، احدى الهيئات التابعه لوزاره الزراعه وصناعه الاراضي، وفقا للقانون 143 سنه 81 على انها ارض صحراويه صالحه للاستصلاح والاستزراع، ووجب على المشتري الا يتخطى ولا يتعدى ولا يغير النشاط اللي خصصت من اجله وهي الزراعه. وفقا للماده للبند الثامن من اي عقد، لو سيادتك اطلعوا عليه الساده المواطنين هلاقي انه لا يجوز باي حال من الاحوال لمن خصصت له هذه الارض ان يغير نشاطها او يستعملها في غير اغراض الزراعه او الاستصلاح او الانتاج الزراعي والحيواني. طيب غير هو نشاطه، غير النشاط يبقى خالف القانون. بعد ما خالف القانون، خالف القانون ايه؟ كل من يقع تحت طائله القانون عن طريق البلاغ او الشكوى أو المتابعة الذاتية من قبل الهيئة ومناطق الهيئة المنتشرة في المحافظات أو الجهات الرقابية المختلفة المشكورة التي تسعى جاهدا ليلا ونهار، وأنا أعلم جيدا أن الجهات الرقابية لم تألي جهدا حيال الكشف عن هذه طبعا مشكلة الطريق الصحراوي دي. طريق مصر اسكندرية الصحراوي هي بادية من قبل ثورة 25 يناير بكثير جدا، ولها جوانب عدة ولها أشكال عدة ولها ظروف عدة. إنما وجب علينا أنا كمواطن عشان أنا أستثمر في هذا المجال كان علي أن نلجأ للجهة الرسمية وهي الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية، وهناك المسؤولين أو القائمين على هذه الهيئة الزملاء الأفاضل المحترمين فاتح بابه يوميا وطول النهار بتعليمات مع الأستاذ الدكتور أيمن فريد أبو حديد إنه يتعامل مع المواطن وجها لوجه. ما عندناش باب في الوزارة مقفول، بيقول والله مشكلتي أنا فلان بيقول لي تيجي تشتري الأرض دي المباني، أقول له آسف حاسب العقد هو صورته العقد هي. إذا ما عرض عليه هذا الكلام مش سيادتك هيقتنع ويرجع ويخاف على حاجته ويروح، يا إما يبقى عارف إنه هيروح يستثمر في المجال الزراعة. يعني في نوع تاني. طيب أنا معنا على الهاتف الدكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة. مساء الخير يا دكتور نادر، أهلا بيك. أهلا، مساء الخير يا فندم، أهلا وسهلا. أهلا بحضرتك. موضوعنا في هذه الحلقة هو التعدي على الأراضي الزراعية، ملف مطروح على أجندة الرئيس القادم. طبعا مخالفات صارخة وتعديات بالغة على الأراضي الزراعية تسببت في نقصان أو انخفاض الرقعة المزروعة في مصر. برأيك ما هو الحل؟ ما الذي يجب أن يفعله الرئيس القادم فيما يخص هذا الملف؟ والله فعلا هو ده ملف قومي طبعا، بصفة ان احنا بنعاني من فجوة غذائية عميقة، وان احنا هدفنا ان احنا نزود المساحة المزروعة ولا نقلصها. انما كمان ارجو بس ان احنا برضو نتفهم او نبحث ان دي ظاهرة وليس سبب، انه يكون في قدام عينينا السؤال الاول انه ليه الفلاح بيبني على الارض الزراعية؟ هل الارض هل الارض مربحة ليه وهو بيتبطر عن نعمة يعني ويهدرها، ولا انه الفلاح تعرض في السنوات الاخيرة لخسائر متتالية خلت الارض تهول عليه ويخلص من مشاكلها ومديونياتها وازمة الاسمدة بتاعت كل سنة، وانها الزراعة ما عادتش مهنة مربحة. الامر الثاني ان الدولة تعيد سياستها في بناء المساكن بدل ما هي قاصرة على القاهرة العاصمة والعاصمة الثانية اسكندرية والمدن الكبرى، انها ايضا تقيم مساكن شعبية لاهل الريف. يعني لو اوجدنا سكن للمواطنين في القرى والنجوع اللي بيقام عليها بناء المساكن
بالتأكيد ساعتها هيبقى الفلاح ملوش أي حجة إن أنا ببني سكن لابني أو لبنتي، لأن الدولة لا توفر سكن لابني أو لبنتي. يعني أنا لو عندي ظهير صحراوي والدولة بنت مساكن أنا كنت حابني ليه؟ ما هي مصدر أكلي وأكل عيش أولادي. فأرجو أيضا أن الدولة يكون من ضمن خططها بناء مساكن لأهل الريف كما تبني لأهل المدن وأهل الحضر، علشان نقضي على المشكلة من جذورها ولا نتعامل مع الظاهرة مع النتيجة. ما نراه الآن من انتشار البناء على الأرض الزراعية هو نتيجة ومحصلة لأن الفلاح مش لاقي سكن لأولاده، لأن الأرض لم تعد مربحة للفلاح، مشاكلها كترت، الدعم بيتشال أول حاجة عن الزراعة في حين أن الدولة تقف مع الصناعة تقف مع البنوك في الأزمة المالية العالمية. فإحنا بالتالي عايزين أن الدولة يكون الفلاح في هدفها قدام عينيها في الفترة القادمة علشان نقدر نحافظ، لأن الأرض الزراعية بالنسبة لنا هو مصنع دائم للغذاء. يعني إحنا لو بنينا أي مصنع يبقى عمره الافتراضي 100 سنة، إنما أنا عندي أرض زراعية مصنع بقاله 7 سنين بينتج وحيستمر معانا كمان إن شاء الله آلاف السنين. فإحنا كده بنقضي على حق الجيل القادم في الطعام وفي الغذاء، إنما نرجو كمان إن إحنا نعرف نتعامل مع الفئة الأفقر في الدولة وهم الفلاحين وملوش قدرة على إنه يشتري لابنه شقة بربع مليون جنيه ولا بنص مليون جنيه. فالدولة برضو تكون مهمومة بالفلاح علشان نقضي على الظاهرة ونكتسها من جذورها إن شاء الله. نشكرك دكتور نادر نور الدين، أستاذ المياه والأراضي بكلية الزراعة جامعة القاهرة. طبعا نقطة أيضا في غاية الأهمية طرحها الدكتور نادر نور الدين، أنه الأرض في معظم الأحيان لم تعد مربحة للفلاح المصري الذي يعاني كثيرا وأخذ ضربات كثيرة جدا في الآونة الأخيرة جعلته فقيرا للغاية، لا يستطيع سداد ديونه، والديون دي قد تصل لألف جنيه وخمسمائة جنيه ما يعرفش يسددها. فبالتالي هانت عليه الأرض الزراعية زي ما قال دكتور نادر نور الدين. إذن هناك مشكلة ومشكلة كبيرة جدا يجب أن نبحث فيها قبل ما نقول الأرض هتضيع. يعني طب هي بتضيع ليه؟ علشان في سياسات خاطئة. تفضل. من وجهة نظري أنا بقى المتواضع والعملية برضو طبعاً طبعاً. ودون اختلاف مع أستاذ الدكتور أو اختلف زي ما حضرتك عايز. لا يا فندم، أنا كلنا نسعى جاهدين على إنقاذ الأراضي الزراعية عشان تستمر معنا زي ما سألته مشكورا. لازم صحيح. تستمر معنا، لازم تستمر مش مزاجك. إنما اللي أنا أرجع بيه بس ننزل البيئة، ننزل الميدان زي ما أنا فيه كل يوم هنلاقي ستك إن ثقافة الفلاح المصري تختلف عن أي ثقافة. الأستاذ الدكتور ده بيقول إن ممكن نعمل له مباني مساكن شعبية. الفلاح المصري سيادتك ما بيتفقش إلا مع نفسه، عايز عنده حاجته الخاصة هو وأسرته ولمؤاخذة تحتيها الماشية بتاعته أو جنبيها حاجة مستقلة. هو ده اللي كان من أجله المشرع استثنى حتة السكن الخاص أو ما يخدم حتى وإنه ياخد نسبة 2% من حيازته يديها له تخدم حيازته الزراعية. ولو أمكن تطبيق لكلام أستاذنا الدكتور أنه يبدأ يعلي اللي هو التوسع الرأسي إذا كان عايز ينقذ هذه القضية، إذا كان عنده الثقافة الكفيلة أنه ينقذ هذه القضية. ننتقل يعني قد إيه هانت عليه الأرض الزراعية. نعلم جميعا من أيام برضو التاريخ بتاعنا في 7000 سنة اللي فاتوا مش من السهولة بما كان على المزارع والفلاح المصري أن هو يهون أو تهون طبعا. عليه أرضه إلا إذا كان هناك بدائل، سيادتك بدائل تفوق هذه الأرض أو تفوق القيمة. إنما اللي استحدث عليه الثقافة الحديثة سيادتك اللي هو تكوين المادة بشكل أسهل وأيسر، أسهل من هو يتعب من الفجر وروح بالليل ويقول لك أنا فعلا بخسر. طب إذا خسر المحصول ده مش هيخسر المحصول اللي بعديه. ولكن في حاجة برضو قاعدة معروفة عندنا في الريف، اللي تعرفه أحسن من ما تعرفوش. مفيش حد بيجازف إن هو يبيع إلا إذا كان عنده إغراءات وهم اصحاب المافيا اللي بيهيئوا له الدنيا كشياطين الإنس، يقول له الفلوس روح وديها في البنك واكسب وانت قاعد. طيب نرجع بس اخيرا لموضوع طريق الصحراوي مره اخرى، الحل ايه يا باشمهندس؟ يعني كنا سمعنا انه في حلول وتوفيق لاوضاع لكن في الاخر ما حصلش حاجه. لا يا فندم، موجوده مع الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه مع مجلس اداره الهيئه مع التشريعات القائمه على هذه الحته. الحته دي تخص الهيئه العامه لمشروعات التعمير والتنميه الزراعيه تحت قياده الاستاذ الدكتور امام فريد ابو حديد، بيحل مشاكل الناس كافه اللي هي سيادتك تقبل الحل. ما هو في سيادتك مشاكل تقبل وسيادتك مشاكل لا تقبل. احنا لو مش بندرس كل يوم ان ازاي نحل المشكله دي اللي هي الناس اللي سكنت بقى في اللي هم اصلا دمر الارض
وعمل بنيه تحتيه وبنيه اساسيه وبنى وحول الارض من اراضي قابله للاستزراع والاستصلاح وحولها لفيلات وشاليهات وخد فلوس الناس كمان، مش يا ريت هو دمرها وعملها هو لنفسه. ما بنعملش معاه حاجه ده بقى، لا ده له اتجاه قانوني خاص بيه هو ما بنمسوش، لان العقد شريعه المتعاقدين. هو واذا كان العقد اصلا فيه عيوب، طب ما في قضاء سيادتك، بسم الله ما شاء الله على القضاء بتاعنا وعلى يعني قلعه مش موجوده في العالم كله، قلعه شامخه بالقضاء واساتذه بسم الله ما شاء الله ما زلنا بنتعلم منهم لغايه النهارده، ان يقدر يقول له حقك فين اذا كان بالغصب او اذا كان بالنصب او اذا كان بالاحتيال. اما القانون لابد ان يحمي الارض من تحويلها من اراضي صحراويه لارض زراعيه عشان يوسع الرقعه الزراعيه، ما كانتش طيب. معموله غير شيء. طيب احنا وصلنا لنهايه هذا اللقاء، واظن ان احنا طرحنا نقاط كثيره جدا يجب ان ياخذ الرئيس القادم بعين الاعتبار كل هذه النقاط، لانه الملف ملف التعدي على الاراضي الزراعيه ملف هام للغايه، امن قومي مصري. اشكرك المهندس يوسف سليمان عبد الكريم رئيس الاداره المركزيه لحمايه الاراضي بديوان عام وزاره الزراعة وتصلح الأراضي. شكرا لحضورك ومشاهدينا، بهذا بتنتهي هذه الحلقة من مصر والرئيس، غدا حلقة جديدة على شاشة النيل الأخبار. إلى اللقاء.